السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في معرض سولار شو النهارده مع صديقنا العزيز المهندس وليد الحلاج من اكثر المهندسين المؤثرين في الوطن العربي في مجال الطاقه الشمسيه. وانا شرفت جدا بلقائه النهارده، هيدلنا فكره عن المعرض ورؤيته في الفتره القادمه ان شاء الله عن الطاقه الشمسيه والانرجي فيوتشر بصفه عامه. اهلا بكم يا سليم. شكرا باشمهندس، شكرا لك. شكرا والله باشمهندس. اول شيء انا مبسوط بلقائك. انا مبسوط دائما جداً لقاء جميل ولطيف. يا رب. الحقيقه المعرض هذا بالسعوديه السولار شو هاي السنه للواضح انه هو مختلف عن السنوات الماضيه، وهذا بيعكس الحركه الايجابيه جدا اللي صارت بالسوق السعوديه باخر فتره. اوكي. وشركات ليش شركات زي شركتنا امرينكو من ايرلندا قررت انها هي تصير اكتف ايضا في السوق السعودي من ناحيه تطوير المشاريع، فالامور ايجابيه باذن الله تعالى. جدا بوزيتيف، والبوادر من ناحيه الريجوليشنز بلشت تشير اوضح. سمعنا واخيرا عن موافقات عم تنعطى من شركه الكهرباء مع انه قانون الطاقه المتجدد من 2017، فلذلك ان شاء الله انها بدايه خير، والسنه القادمه راح تكون سنه ايجابيه جدا على السوق السعودي ان شاء الله باذن الله. يا مهندس وليد وتشرفنا بيك والف شكر على وقتك. شكرا. ان شاء الله نشوفك في معارض كتير الفتره اللي جايه. مبسوط فيكم دائما. شكرا دكتور. شكرا. سلام.